بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: ما الآداب في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حكم السفر لأجل الزيارة مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يجوز السفر لأجل زيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وإنما الزيارة لأجل المسجد، الصلاة في المسجد النبوي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. السفر إنما يكون للصلاة في هذه المساجد الثلاثة. وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تدخل تبعا. إذا سافر للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، أن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، مقبلا على مواجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتأخر قليلا جهة المشرق ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، لأنه مقابل لأبي بكر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتأخر قليلا إلى جهة المشرق ويقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب رحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. وإن قال حين يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه سائلة تقول بأنها مصابة بالعين منذ فترة طويلة، واستمرت بالعلاج في الرقية والزيت والعسل، واحتسبت الأجر من الله، وقد رأت رؤيا وفسرت بأنها على خير وأن هذا ابتلاء، فاصبري يكن خيرا لك. فضيلة الشيخ، الدعاء في مثل هذه المصائب وهذه الرؤى التي رأيتها هل تدل على شيء؟ الرؤى منها شيء حق، ومنها شيء أضغاث أحلام، ومنها شيء من الشيطان. ثلاثة أقسام: من الشيطان ليشوش على المسلم، أضغاث أحلام لا حقيقة لها، أن يكون يفكر في شيء قبل النوم ثم إذا نام عرض له هذا الشيء، هذه أضغاث أحلام. ثالثا: الرؤيا الصحيحة، الرؤيا الحق، وهذه يعني هي من المبشرات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هي من المبشرات. نعم. في الآية الكريمة يقول: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما المقصود بالصبر هنا، ولماذا قدم الصبر على الصلاة؟ استعينوا بالصبر، الصبر حبس النفس، والصبر في الأصل الحبس، والمراد به حبس النفس عن الجزع، تسخط عند المصيبة، وأيضا الصبر على مشقة الطاعة والعمل الصالح فيصبر. وقدم الصبر على الصلاة لأن الصبر يعين على الصلاة، لا استعينوا بالصبر، لأنه يعين على الصلاة، لأن العبادة والصلاة وغيرها فيها مشقة على النفوس، فلا بد من صبر يسبق ذلك، صبر قبل العمل، وصبر أثناء العمل، وصبر بعد العمل. نعم. هذا السائل سعد يقول: ما حكم من ذهب إلى أحد المعالجين بالقرآن ثم تبين له أنه دجال ولم يكن يعلم بهذا الأمر مأجورين؟ لماذا لم يتثبت في شأنه ويسأل عنه أهل الثقة والمعرفة قبل أن يذهب إليه؟ ما كل من يرقي ويعالج بالرقية يكون صادقا في ذلك، أو يكون عنده علم
علم بالرقية وشروطها لا يذهب إلى أي واحد، إنما يسأل عنه أهل الثقة والمعرفة، فإذا وثق منه يذهب إليه ويسأله عن الرؤية وأيضا يعالج عنده بالرقية. نعم. هذا يسأل عن حكم صلاة سنة الجمعة القبلية والبعدية. لا صلاة للجمعة قبلها، إنما من أتى إلى المسجد إنه يصلي ما تيسر له، وإن استمر يصلي إلى أن يحضر الإمام فهو أفضل، وإلا يصلي ركعتين تحية المسجد ويجلس يذكر الله ويتلو القرآن ينتظر الصلاة. وإنما سنة الجمعة الراتبة بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات. نعم. هذا يسأل يا شيخ، يقول ما هي الأعمال الصالحة التي تجعلنا من عباد الله المقربين إليه؟ كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الطاعات فإنه من الأعمال الصالحة. نعم. الأخت تسأل عن تغسيل الأطفال الصغار حتى عمر 5 سنين بعد قضاء حاجاتهم، هل يبطل الوضوء؟ إذا مست فرج الطفل مباشرة من غير حائل ينتقض وضوءها، أما إذا كان من وراء حائل تنظفه من وراء حائل جعلته على يدها فهذا لا يضر ولا يبطل الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بأن لي أخ صالح توفي ولم يؤدي العمرة، واتفقت مع شخص بأن يؤدي عنه العمرة ولكنه طلب مبلغ مادي كبير. اتركه والتمس غيره، هذا عنده طمع، الذي يريد العمرة عن الغير يأخذ ما يعطى، يعني ليس همه الدنيا والعمرة والحج لا يباع، إنما يعطى قدر ما يعينه على السفر ومصاريف السفر، وليست هي محل طمع، إنما تبرئ ذمة أخاك أو تنفعه بالحج والعمرة وتأخذ ما تعطى، وإن لم تأخذ شيئا فهو أفضل. نعم. هذا السائل يقول يا شيخ، هل أرواح الأموات تلتقي مع أرواح الأحياء في المنام حسب ما هو شائع الآن عند بعض الناس؟ نعم، قد يكون هذا، وهذا يستدل له بقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لأن النوم وفاة، يعني يتوفاها في منامها وقت النوم فقط، يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى في اليقظة. نعم. الأخت تسأل عن خروج المرأة إلى السوق وإلى أهلها بدون إذن الزوج، حيث إن الزوج كثيرا ما يضع كلمة لا في كل الأحوال. لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لا يجوز لها ذلك، حرام عليها، تستأذنه ثم هو عليه أن يأذن لها في زيارة أهلها وصلة رحمها ولا يمنعها من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس بأن النظر إلى الكعبة عبادة، هل ورد شيء في ذلك؟ لا أعلم شيئا في ذلك، إنما الطواف بالكعبة هو العبادة، الطواف بالكعبة الطواف بالبيت هو العبادة، أما مجرد النظر إليها فلا أعلم فيه شيئا يدل على فضله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: لي صديق واشترى سيارة جديدة ووضع عبارة قل ما شاء الله في المقدمة وفي مؤخرة السيارة اذكر الله. لا يضع عليها شيئا، عليه أن يستعمل الورد الصباح والمساء ويحفظ الله له نفسه وماله، ولا حاجة إلى أن يضع على السيارة شيء من الأذكار أو من الآيات، هذا يعتبر نوع من الحرز المنهي عنه. نعم. المرأة هل لها أن تشترط على الزوج الذي تقدم إليها ألا يتزوج عليها بعد زواجهما وامتداد العمر؟ نعم، لها أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، لكن لا يمنعه ذلك من الزواج، لكن إذا تزوج عليها وهي شرطت عليه ألا يتزوج عليها فلها الخيار، إن شاءت أن تستمر وإن شاءت أن تفسخ نكاحها منه. نعم. مسح الكفين على الوجه بعد الصلاة لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن بعض القنوات وقضى بعض الأوقات عند هذه القنوات الهابطة، يقول: لي أولاد وكثيرا ما يجلسون عند تلك القنوات، فبماذا تنصحوننا؟ هذه آفة ومصيبة أصابت المجتمعات والعوائل والبيوت الآن، على قيم البيت المسؤول عن البيت ألا
يضعها في بيته وأن يخرجها من بيته ليسلم هو وتسلم ذريته من النظر فيها وما يعرض فيها من الأشياء التي كثير منها باطل وفساد. نعم. هذا سائل يقول لي أخ وقد توفي إلى رحمة الله ولم يذهب بزوجته ثانية إلى الحج، فهل يجب على أولاده أن يقوموا بتحجيج هذه الزوجة الثانية لوالدهم؟ لا، ليس لها، لا يلزم ذلك، حجها على نفقتها هي، ليست حجتها على زوجها، إنما نفقته عليها. نعم. السائل أبو علي له مجموعة من الأسئلة عن الوقف، بالنسبة للوقف هل عليه زكاة؟ لا، الوقف وقف البر هذا لا زكاة عليه، لأن مصرفه مصرف الزكاة، وهو الصدقة والإحسان إلى الناس إلى المحتاجين. نعم. يقول ما أفضل شيء يا شيخ في الوقف، وهل كل شيء يصح في الوقف ولو كان بسيطا؟ لابد أن يكون الموقوف تبقى عينه مع أخذ منفعته، يستمر بقاؤه مع أخذ منفعته، وأما الشيء الذي لا يستمر نفعه إنه لا يوقف. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، اشترط أن يكون فيه منفعة مستمرة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول للشيخ ورد الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم، ورد صح هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحج المبرور هو الموافق للكتاب والسنة مع الإخلاص لله في النية وأداء المناسك على الوجه المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم، له فقرة عن محاسبة النفس، يقول ورد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تعرضوا. محاسبة النفس ما معنى هذا؟ هذا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. محاسبة النفس أن تتذكر ذنوبك سيئاتك وتتوب منها وتستغفر منها. نعم. فضيلة الشيخ، شرود الذهن وكثرة التفكير في الصلاة، هل يعيد الإنسان إذا حصل له ذلك أو أن الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، ولكن لا يكتب له من الأجر إلا بقدر ما حضر قلبه من الصلاة، كلها نصفها ثلثها عشرها، أو لا يكتب له شيء، لكن الصلاة صحيحة لأنه أدى أركانها وواجباتها وشروطها، هي صحيح. نعم. هذا السائل يقول الشيخ، رجل دخل مع الجماعة وقد فاته ركعة وزاد الإمام ركعة سهوا، هل يسلم مع الإمام أم يأتي بركعة؟ لا يسلم مع الإمام، وهذه الركعة ليست صلاة، هذه زائدة لا للإمام ولا للجماعة المأمومين ولا المسبوقين، فلا تحسب شيئا، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بما فاته. نعم. يقول صليت مع إمام وبعد الصلاة تذكر الإمام بأنه على غير طهارة، فما العمل؟ العمل أنه الإمام يعيد الصلاة، وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة أخرى بعث بها سائل، يقول ما هي الطرق الصحيحة للهداية والصلاح والاستمرار على العمل الصالح؟ الطرق إصلاح النية وسلامة القصد، وأن يؤدى العمل على ما شرع الله خالصا لله عز وجل، ليس فيه رياء ولا سمعة، يكون على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. من أسئلتي يقول، كيف لي المحافظة على الصلاة لأنني أصلي وقت وأقطع دائما؟ لا صلاة لك إذا تركت بعض الصلوات، إنها لا تصح صلاتك التي صليتها حتى تحافظ على الصلوات كلها. قال تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون، قال تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين. نعم. أحسن الله إليكم، هذه الأخت السائلة تقول بأنها كانت في عرفة في الحج العام الماضي، تقول ونسيانا مني قصصت من شعري وأنا محرمة، فجهلا مني فماذا علي؟ الأحوط أن تتصدق لإطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، تتصدق على ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام، وبهذا إن شاء الله هذه الفدية تجزي عما فعلت. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول متى تجب
الزكاة وما وقت الوجوب ومن هم الذين يستحقون الزكاة وهل هي مربوطة برمضان؟ تجب الزكاة في مالك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والمقدار هو ربع العشر من النقود، ربع العشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هذا أصلي مع إمام في المسجد على كرسي، لكن هذا الكرسي رفيع بعض الشيء بحيث أن رجلي لا تصل إلى الأرض، فهل تصح صلاتي في هذا الكرسي؟ لا، رجلك ترتفع عن الأرض، معناه أن بعض أعضائك مرتفع عن الأرض، فتصلي على كرسي واطي بحيث تكون أقدامك على الأرض. نعم، خصوصا في الركوع والسجود. نعم. يقول السائل: يا شيخ، إذا كان هناك قلة يشق عليهم الذهاب إلى المسجد وقت المطر وبقية الجماعة لا يشق عليهم، فهل يشرع الجمع والحال هذا؟ نعم، إذا كان المطر يبل الثياب فإنه يباح الجمع، يباح الجمع، ولو كان بعض المأمومين لا يشق عليه يكون تبع للذي يشق عليه، الرخصة إذا جاءت عمت. نعم. السائل يقول: إذا أراد الإمام أن يجمع بين المغرب والعشاء، هل يلزمه أن ينظر إلى السماء عند إرادته الإقامة لصلاة العشاء حتى يتأكد هل المطر مستمر أم لا؟ استمرار المطر لا يخفى يا أخي، لا يخفى استمرار المطر، كل يعرفه. نعم. هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: بالنسبة للنهي، هل يقاس على النهي من لباس الشهرة المركوبات وغيرها، أم أن هناك خصوصيات؟ لباس الشهرة هو ما يخالف لباس الناس المتمشي على السنة، إذا كان لباس المجتمع متمشيا على السنة فمخالفته بلباس يخالف هذا لباس الشهرة المنهي عنه، يلبس مثل ما يلبس الناس ما دام لباسهم موافق للمشروع. نعم. قول القائل: يا شيخ، أدركتني رحمة الله فنجوت من حادث أليم. داركني الله، يقول: تداركني الله برحمته، داركني الله برحمته فنجوت، لا يقول أدركتني، الصفة ينسب إليها الرحمة والمشيئة، إنما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فيه الآية، ذكر هذه الآية: ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين، استشهد بالآية يا شيخ، ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين. هذا في الذي دخل الجنة ورأى قرينا له في النار، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ورحمة ربي لكنت من المحضرين، يعني في النار. فهذا يتذكر نعمة الله عليه من باب الشكر لله عز وجل. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. وقد سجل هذه الحلقة من مكتبة الشيخ زميلي عبد الله المواش من مكتبة الشيخ بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.